صباح الخير. ضيفنا لليوم الأطفال هم سر إبداعاته، من تصميم الألعاب ودمى المسرح للأنيميشن واستخدامه في اليوتيوب عبر قناته في تقديم محتوى رائع للأطفال، وكمان هو أول رسام فلسطيني قدم رسوماته للمنهاج الفلسطيني للمدارس ورياض الأطفال. كل هاي الشغلات لازم نشوفها معاكم عن قرب مع ضيفنا لليوم عبود الحاج. أهلا فيك عبود. خلينا نبلش معك من الأطفال كونهم محور إبداعاتك. احكي لنا، لما الأطفال بتعلقوا بشخصية معينة بيكبروا وهي لساتها جواتهم، فقديش هذا الإشي بشكل لك تحدي لما تكون عم تبني شخصية موجهة للأطفال؟ هو هذا يعني بالأساس إنه كل فنان له طموح إنه الأطفال يتعلقوا بشخصيته، يعني دائما هذا تحدي وهذا إشي صعب مش سهل يعني. فانه الانسان بيشتغل مرات يعني ما بيعرف الواحد شو اللي بحبب الاطفال في هاي الشخصيه، بتلاقي شخصيه نجحت عن شخصيه بكون معموله بجوده اقل بكذا غير متوقع يعني. بلاش اشرف انه ما اكتشفت انه الاطفال بيحبوا يلمسوا الاشي، بيحبوا يعيشوا معه، بيحبوا يحضنوه، بيحبوا يحسوا ملمس، واشي زي السحر بالنسبه للاطفال. يعني في كتير اطفال صغار بخافوا مني كبني ادم اجي اسلم عليهم العبهم، بس مجرد ما لبست الدمية في ايدي بتقربوا بصيروا يلعبوا. أقصد أنت التي ترتدين اللون الأزرق، وأنت التي في يديك لعبة ترتدي لون الأحمر، ما اسمك؟ سيأتي إليكم الوحش. يعني هو العجز اللوحي اليوم الألعاب هذه هي ما بتشبع الطفل بحاجته يعني، بس هي أكثر إشي متوفر صار المحتوى هذا دائما موجود يعني ودائما يتفاعلوا مع الأطفال. فأنا بفضل من ناحيتي إنه يشوف دائما يكون في محتوى يغذيهم، محتوى جيد يعني. ما إنه بنحكي عن التكنولوجيا، فهو أنت كمان تركت بوصمتك بقناة على اليوتيوب وفيها المحتوى اللي أنت راضي عنه. احكي لنا عن شو بتحاول تقدم للأطفال على اليوتيوب. براعي كتير شغلات. أول إشي بالأساس التسلية، وأنا بتوجه للأطفال من سن سنتين لثلاث سنين لست سنين، هم هذا التارجت جروب تبعي، ومنحاول نقدم لهم بالأساس تسلية، بس تسلية مفيدة يعني زي اللي بقدم لابني، بدل ما أقدم له كيس شيبس لا بحط له صحن فواكه في مزين بطريقة حلوة إنه إشي يستلى فيه ويفيده بنفس الوقت. خلينا نحكي عن الشخصيات اللي أنت قدمتها للأطفال، منها السيسان وغيرهم. احكي لنا عن أكثر الشخصيات اللي أنت راضي عنها وبرأيك إنها وصلت إشي. كتير رسمت شخصيات، كتير عندي إنتاج، بس اللي بترك أثر كتير قليل يعني، بلاقي إنه الناس بتلتفت لهذا الشيء ما بتلتفت لهذا الشيء، ما بتعرف شو اللي بيعجبها. فأنا كانت أحلى تجربة عنا هي بلشنا فيها أنا وصديق لإلي، هو بحرك وأنا اللي برسم، فأخذنا أغنية موجودة أصلاً قديمة هالسيسان إذا كل بعرفها يعني، ومنا لها كليب يعني، رسمنا وحركنا وركبنا أصوات من عنا، حطينا شوية ساوند إفكتس وهيك ونزلناها على اليوتيوب. كتير لقت مشاهدات عالية، وصلت أكثر من 45 مليون مشاهدة. في كمان اللي هي الشخصيات اللي انت بتدخل شخصيات فلسطينية اللي بتعلم العد عند الأطفال، بتعرفهم من العد من 1 لـ10 يعني، وابتكرت حطيت فيها حطيت البيئة فلسطينية، حطيت اللي هي اسمها الختيار. هالختيار بيلعب واحد بيلعب تيك توك، هو وقاعد حط برسيم لها الحمار تيعود لبيته الختيار. أكيد كل مبدع وفنان عنده المشروع الخاص اللي بيشتغل عليه من قلبه، وإحنا عرفنا إنه عندك مشروع رح يكون الأول في فلسطين، احكي لنا عنه أكثر. بلشت من 3 أشهر 4 أشهر، بلشت أعلم حالي طريقة تصنيع هاي الدمى وأشتغل فيها، وبلشت أشتغل فيها، ولا عندي إن شاء الله حلم يعني إنه تصير هاي صناعة في البلد يعني فلسطين، صناعة الأنيميشن، صناعة محتوى الأطفال. بجمع احسن كفاءات ان شاء الله في البلد انه نعمل زي شو للاطفال، تي في سيريز يكون من الصفر احنا عاملينه هون بفلسطين، من خلال الناس اللي بتعرف عليهم جديد، كل يوم بتعرف على ناس جداد مهتمين وحابين يخوضوا هاي التجربه، منهم اصوات
عندنا خامات صوتية ممتازة بيمثلوا الأطفال منهم أنت. أنتم الآن تشاهدون قناة رؤية. بنكون تدربنا شوي وتعرفنا على مشروعك وعلى أعمالك، وكتير انبسطنا بهذا المحتوى. وهيك معاكم مشاهدينا بنرجع لاستديوهات دنيا يا دنيا. كنا معاكم من مدينة رام الله منار الطلب.